المري تهانينا والناموس. شوط جديد يستعد للانطلاقة وشجاع العتيبي يتواصل بهذا الشوط. شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير من هنا من على ارضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. المهرجان الغالي على قلوب الجميع. ينطلق شوطنا الثالث للإبكار الحقايق ومن مسافة 4 كيلومترات. وجائزة هذا الشوط نقدية. نتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الاول النويعس عبد المحسن بن طالب بن علي بن عماره. من يتقدم مع النويعس على اول الاسماء واول المراكز؟ المركز الثاني الوصول والقدوم من ارصاد مع ثاني الاسماء محمد بن فاران بن عتيق بن قريع. المري يتقدم البريدي مع ثاني الاسماء يتقدم مع ارصاد. المركز الثالث الوصول والقدوم من قبل رعبوبة ناصر بن مبارك بن محمد آل جهويل. المري يتقدم وينطلق مع رعبوبة على ثالث الأسماء أو على المركز الرابع المركز الخامس. الوصول والقدوم من سندس محمد بن بخيت بن برقان. ينطلق مع سندس على رابع الأسماء أو على المركز الخامس. ولكن راقبوا شعار الجهنية. راقبوا شعار سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني. من يتقدم مع الجذابة؟ الجذابة سليمان بن سلامة بن سليمان الفايد الجهني يقدم لنا الجذابة. الشعار القادم من ميدان ينبع ينطلق مع هذا الانطلاق الكبير. أعود مع البداية. أعود مع الصدارة. مع الانطلاق الأول من تتحكم بهذا المسار. أرصاد مع المركز الأول بشعار محمد بن فاران بن عتيق. البريدي يتقدم مع الصدارة. يتقدم مع الريادة مع الانطلاق الأول. ولكن التغيير من قبل هذا الشعار ومن قبل هذا الاسم الكبير مع رعبوبة ناصر بن مبارك بن محمد آل جهويل. المري ينطلق مع ثاني الأسماء يغير مع الصدارة. المركز الثالث شعاري بن عمارة مع النويعس عبد المحسن بن طالب بن علي بن عمار. المري يتقدم مع ثالث الأسماء. المركز الرابع شعار الجهني مع الجذابة. الجذابة مع رابع الأسماء سليمان بن سلامة بن رويشد. الجهني يقدم لنا الجذابة. يتقدم مع الجذابة عبد الإله بن دخيل الله بن رويشد. من يراقب الجذابة على رابع الأسماء؟ المركز الخامس الوصول من شعاري بن مهيرة مع أمسية سعيد بن سالم بن سعيد بن مهير. المري ينطلق مع أمسية تغير مع رابع الأسماء. المركز الخامس الوصول من شعاري بن دلموك مع فدا مع المركز الخامس جابر بن فرج بن ناصر بن دلموك. ولكن راقب الوصول من العنود عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شعيل. ولكن العودة مع البداية. العودة مع رعبوبة مع الصدارة. رعبوبة مع الريادة. ناصر بن
مبارك بن محمد بن جهويل ينطلق مع الصدارة، ينطلق مع الريادة، ولكن الوصول من أمسية 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 بشعاري بن مهيرة أرصاد أرصاد مع المركز الثالث، الجذابة مع المركز الرابع، وأيضا العنود مع خامس الأسماء، ولكن أمسية أمسية وأرصاد والجذابة بن شعيل واصل بن شعيل واصل يفرق الصفوف، ينطلق مع الجذابة الجذابة، ولكن أمسية 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 وصل الصارم وصل الصارم وصل بالرويشد وصل بالرويشد، ولكن أمسية 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 العنود 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 وأمسية وشعاري بن برقان وشعاري بن رويشد الأمتار الأخيرة بن مهيرة بن مهيرة انطلق مع أمسية بهذا العطاء بهذا الأداء الكبير، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الكبير على هذا التميز على هذا الإبداع المستمر من شعاري بن مهيرة، من يفاجئنا دائما بالنوعيات النادرة بالنوعيات النادرة، سلام يا بن مهيرة سلام، أمسية أمسية سعيد بن سالم بن سعيد بن مهيرة المري سلام يا بن مهيرة سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير والعرض المميز، تهانينا والناموس لمالك أمسية سعيد بن سالم بن سعيد بن مهير المري من قدم لنا أمسية. المركز الثاني العنود عبد الله بن سالم بن شعيل، المركز الثالث الذهبي محمد بن بخيت بن برقان، المركز الرابع كانت رعبوبة ناصر بن مبارك بن جهويل، المركز الخامس المركز الخامس أرصاد أرصاد محمد بن فران بن عتيق المري، تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالك أمسية سعيد بن سالم بن سعيد عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شعيل، 6:20 26 جزء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث الذهبية الذهيبة محمد بن بخيت بن برقان، 6:22 92 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وانقل الكلمة والميكروفون للزميل محمد الصواط.